ميلان كارلو أنشيلوتي خلال هذا الشهر، خلال شهر سبتمبر، وقال أنا بخير هنا في ألمانيا. كرة نتابعة شيفشينكو، لكن الكرة تتخلص من الحارس، تتخلص من جوندي ليولي، كرة في المرمى من يان كلوبيسكي، أخيرا بيفك اللحام يان كلوبيسكي مع كرة مسددة ومع الانفراد اللي كان من اللاعب أندريه شيفشينكو. عادت الكرة مرة أخرى وتسددت في المرمى، الهدف الأول لصالح الميلان، هدف يهدئ النفوس، هدف يهدئ الفريق عموما مع نهاية شوط المباراة الأول ومع الوقت بدل الضائع في هذا الشوط. نتابع الكرة أولا لأندريه شيفشينكو، سددها قوية، صدها الحارس جوني ليوني وعادت مرة أخرى إلى يان كلوبيسكي، تصطدم في الدفاع، تصطدم في المدافع فلورين الساهل وتمر بين القدمين. عندما تريد الكرة أن تدخل المرمى ستدخل المرمى. كلارنس سيدورف هذه المرة الثانية التي مر فيها بهذا الشكل، والتمريرة في العمق أيضا من كاكا، شيفشينكو سدد، عادت ناحية يان كلوبيسكي، اصطدمت في المدافع ومرت حتى من بين قدمين جوني ليوني حارس المرمى، والهدف الأول للميلان يأتي عن طريق مارك يان كلوبيسكي.